different on the map. Nice and nice. يا أبانا الذي في السماوات كم السماء تزاهد رأس خبزنا وقفل لنا زلوك كم يقام نحن نبتجر بحكلات نجين الشريف كم بيخل السوس بان شوي شليل مارن شبه موتن تطفن بره بس نانيبون نايتب نوتي بياتن من شو سوا بن نوتي وابن ستيري سوز بيا خريستوز جي عبر اسكي بازي نيگون عبر بوي سنيرون عبر هيرون عبشب تنيرو افتي ياسو هيرون افتي تتين ابن تنشاري يا تايونو تاين تفون مارن تي هرفا بوسن تباري هيرون خم باي اهو اثو افاي نمني هو تيرون تبن انخ خن هريني نبين جبي بان تقراتو رب شوي سبن نوتي كريالايسو امي بشوي سبن نوتي بي بان تقراتو رب يوتن بن شوي سوا بن نوتي وابن ستيري سوس بيا خريستوس نشكرك يا رب على كل حال من أجل كل حال في كل حال لأنك سترتنا وانت نحفظتنا قبلتنا لك أشفقت علينا عبدتنا ديت بنا هذه الساعة يا رب من أجل هذا سنطلب من صلاحك يا محب البشر نحن أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أمحتنا بكل سلام مع خوفك كل حسدك وتجربة كل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام أعداء خفيين والظاهرين انزح عنا وعن سائري شعبك وعن هذه الكنيسة موضعك المقدس هذا أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها أنت الذي أعطيتنا السلطان دوس حياة عقارب كل قوات العدو صلى الله عليه كل ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح نسنطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعب يا رب تعذر من رحم الرب فتشفي من زعنهم عنا كل مرض وكل سقم روح الأمراض اطرده والذين أبطاء مطرحين في الأمراض أقمهم وعزيهم وعزبهم أرواح النجس أعطيكم جميع الذين في السجون أو مطابق أو النفي أو السبي أو المقبوض على ينفع بضية المرة يا رب أعطيكم جميعهم وارحمهم أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء صغير قلوبنا الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة مقبوضة على يعطيها رب رحمة يا راحة يا برود يا نعمة يا خلاصا يا أفرن خطايا ويا ثامي هم نحن يا رب أمراض نفوسنا يشفيها التي لا يكسرنا فيها
أيها الطبيب الحقيقي الذي أنفسنا أكسدنا ومدبر كل جسد تعدنا بخلاصي يا رب نسأل من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب بين أخوتنا المسافر يا رب والذين أدمون الصبر في كل مكان سهل الطرق مجمعين كان في البحار والأنهار والهواء والبحيرات والطرق المسلوكة مسافرين بكل نوع كل أحب كل موضع ردوا منها هادئ منها خلاص تفضل أصحابهم في الإقراع أصحابهم في المسير ردوا منها منازل بفرح فرحين بالعافية ومعافين اشتري في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح ونحن أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظ غير مضر ولا عاصف ولا قلق إلى الانقضاء يا رب قائلين المجد والله في العالم والأرض السلام وفي الناس المصر صباحك نباركك نخدمك نسجدك نعترف لك ننطق بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك يا رب المالك على السماوات الله الآب ضابط الكل الوحيد يسوع المسيح والروح القدس يا رب إله حمد الله ابن الآب رب خطية العالم ارحمنا يا حامل خطية العالم ارحمنا أنت وحدك قدوس أنت وحدك العلي يا رب يسوع المسيح والروح القدس من أجل الأبد آمين وباركك كل يوم وسبح اسمك القدوس للأبد آمين منذ رحت بك إليك يا إلهنا وملك يا نور على الأرض كنت أتلف طرقك لأن صرت ليني معينا بكرا يا رب تسمع صوتي بغداء فتراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي لا يموت إلا زمان مصر أرحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة لا يموت إلا زمان أرحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي لا يموت إلا زمان مصر السماوات أرحمنا مجد الآب والابن والروح القدس الآن كل أمان تردو كل أمين أيها السلوس قدوس أرحمنا أيها السلوس قدوس أرحمنا أيها السلوس قدوس أرحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا اسرنا يا رب اغفر لنا ذلتنا اغفر لنا مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ربنا واخواتنا الذين رقدوا موسى ويا من خطايا رب ارحم يا من خطايا رب عنا وغبط طلبتنا اليك لان لك المجد وعزة الاسم المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين قدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض تعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشر بالمسيح يا ربنا من الليل ويا سلام لك نسالك القديس المقتل المزرع كل حين ولد الله المسيح اسعي صلواتنا لك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام التي ولدت نورا من نور الحقيقه المسيح العذراء القديسه سير رب عنا نسمع رحمه انفسنا واغفر لنا خطايانا أية عذراء مريم ولدت القديسة من الجنس البشرية اشفعي فينا يا المسيح الذي ولدتك عنا غفران خطايانا شيني وطيب ورسين وصور امنا لسيني شيري شوشن تبان غير صريق مونان نمانو إيل نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا فصوم وصلاة ومخلص نفوسنا والطهارة والبر هما اللذان يرضيان الله الصوم هو الذي رفع موسى على الجبل حتى أخذ لنا الناموس من قبل الرب الإله الصوم هو الذي رفع إيه السماء وخلص دانيال من جب الأسود ربنا يسوع المسيح صم عنا 40 يوماً واربعين ليلة حتى خلصنا من خطايانا ونحن أيضا فلنصوم بطهارة وبر ونصلي صارخين قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لأن لك المجد إلى الأبد شيريني أوتي برسين سيورهم من أليسيني شيرب شوشن تبنجل صريق مونهم منوئين نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا اشفع فينا يا رئيس الملائكة الطاهر
رافع المفرح القلوب ليغفر لنا خطايانا. اطلب من الرب عنا ايها البتول الانجيل يوحنا الرسول ليغفر لنا خطايانا. كوني انت نظر علينا في المواضع العالية التي انت كان فيها يا سيدنا كلنا ولد للعذراء الكل حين. اسأل الذي ولدتي مخلصنا الصالحان يرفعنا زينة عمو يقرر لنا سلام شيرني اوتي برسين سورة من لسيني شرب شوشن تبنجر صريق بونا النمانوئيل. نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطيانا. نعصمك يا أم النور الحقيقة ومن كده كانت العصاية القديسة وليت الله أن نمت من خلاص العالم أتى وخلص مسلم المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رسل لي شهادات الاستقي ثبات الكنائس غفران خطايا مبشر بالثلث القدوس لاهوت واحد نذكر دعونا مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن بإله واحد الله الاب ضابط كل خلق السماء والارض ما يرى ما لا يرى هم رب واحد يسوع المسيح الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق من حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومر عصرا وتانس وصلب عنا عهد الواسط بنتي تعلم وقال رقم بين الاموات في اليوم الثالث كما في الكتب صلى السماوات وجلس عن يمين ابيه ودناتي في مجده لدينا حياة واموات الذي لازم فيه قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحبوس الاب نجد الله ونجده مع الاب والابن الناطق في الانبياء وكنيسه واحده مقدسه جماعه رسوليه ونعترف مع مضيع الحروف في الخطايا تنجوش تهو الخايد انت يا ناصاصي سنتني رب موت نبيون خنتبي ونسني آمين نوتين عينان سشنايرون شيطخارون آمين سوتين إيرون آمين Olim be gonte vol haron jem benchini chem be u gayu kanin novi nani vol. Amin kirialei son kirialei son kirialei son. Alchemis min azboa chemis min son kavir min sef kru. Ashayin. Ashayin neb berkat alagamin ami. Hakaza. يقول الرب الإله الذي خلق السماوات وناشرها باسط الأرض وما عليها الذي يعطي الشعب عليها نسمة والسالكين فيها روحا أنا الرب الإله دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأقويك وجعلتك عهدا للشعب ونورا للأمم لكي تفتح عيون العمي وتخرج المأسورين من الحبس والجالسين في الظلمة من بيت السجن أنا الرب الإله وهذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا المنحوتات تسبيحي الأوائل قد أتت فأنا أخبركم بالمحدثات وأسمعكم بها قبل أن تنبت انشدوا للرب نشيدا جديدا تسبح تسبيحه له من أقاصي الأرض يا هابط البحر والعاملين فيه ويا أيتها الجزائر وسكانها لتشد البرية مدنها والحظائر التي يسكنها قيدار وليرنم سكان الصخرة وليهتفوا من رؤوس الجبال ليؤدوا المجد لله ويخبروا بحمده في الأمم الرب إله القوات يبرز وكرجل قتال يثير غيرته ويهتف ويصرخ ويصفر
على أعدائه بقوة. سكت فهل أصمت إلى الأبد؟ وأحتمل ضبطك وأحتمل ضبط نفسي كالتي تلد أنفخ وأصفر أخرب الجبال والتلال وأيبس كل عشبها وأجعل الأنهار يبسا وأجفف الغدران وأسير العمى في طريق العمي وأسير العمي في طريق لم يعرفوه وأسلكهم مسالك لم يعهدوها وأجعل الظلم نورا أمامهم والمعوجات مستقيمة. هذه الأمور سأصنعها ولم أتركهم. مجدا للثالوث القدوس لنا الأبد آمين. يا ابني اصغي إلى كلامي، أمل أذنك إلى قوالي لكي لا تنضب ينابيعك، لا تبرح عن عينيك، احفظها في قلبك فإنها حياة للذين يصدفونها وصحة للجسد كله. بكل تحفظ احفظ قلبك لأنه منه نعم مخارج الحياة. انزع عنك التواء الفم وخبث الشفتين، ابعده منك لتنظر عينك بالاستقامة وأجفانك فلتشر بالبر. مهد سبيل قدميك فتثبت جميع طرقك، لا تمل يمنة ولا يسرى. بعد قدمك عن طريق الشر، فإن الرب عالم بالطرق التي عن يمين، أما الطرق التي عن الشمال فهي معوجة. إنه هو يقوم منهجك ومسلكك، تسير أمامه بالسلام. مجد للثالوث الأقدس. من لي بمثل الشهور السالفة ومثل الأيام التي كان الله فيها حافظي، يوقف مصباح على رأسي فأسلك في الظلمة في نوره، وكانت طرقي رحبة حين كان يتعهد رب بيتي وحين كنت معتزا وأولادي حولي. فكانت طرق تفيض دسما وجبالي تقطر لبنا، فكنت أخرج الأول في مدينتي وأتخذ في الساحة مجلسي، يراني الشبان فيتوارون والشيوخ جميعا يقفون منتصبين، والأمراء يمسكون عن الكلام ويجعلون أيديهم على أفواههم. يغبطن الذين يسمعونني، يتخاتف منطق العظماء وتلتصق ألسنتهم بأحناكهم. إذا سمعت بي أذن أغبطتني، وإذا رأتني عين خجلت مني، لأني كنت أنجي البائس من يد القوي، واليتيم الذي لا معين له أعنته. فتحل علي بركة الهالك، فم الأرملة يباركني. لبست البر فكساني كجبة كان عدلي. كنت عينا للعم ورجلا للعرج، وكنت أبا للمساكين. استقصى دعوة من لم أعرفه، وحطمت أنياب الظالم، وانتزعت الفريسة من بين أسنانه. كنت أقول إني أشيخ في وقري، ومثل سعف النخل أحيا سنينا كثيرا. أصولي منبسطة على المياه، والندى يبيت كل علي أغصاني. وقد تجدد مجدي لدي، وازدادت قوسي قوة في يدي. مجدا للثالوث القدوس. Εκκλίνουμε τα γονάτα. أيها الطويل أنا كثير رحمة الحقيقي، اقبل سألتنا طلبتنا من نقبة ابتهلتنا اعترفنا وتوبتنا على مسبحك المقدس الناطق السمائي، فلنستحق سماع أناجيلك المقدسة ونحفظ وصاياك وأمرك ونسمع فيها 136 بالمسيح يسوع ربنا. سلام لك الأحياء يا رب وارحم. اذكر يا رب مرضى شعبك، دعاتهم مراحم والرأفات اشفيهم. سلام لك المرضى يا رب وارحم. اذكر يا رب أبانا أخواتنا المسافرين، يقضهم الأوطان بسلام وعافية. سلام لك المسافرين يا رب وارحم. اثنين ومين طغنات. أنا استمينك لنا من تغنات. أينان ابنوتي بن سوتير. كي أنا استمينك لنا من تغنات. أينان
اذكر يا رب أهمية السماء وسماء الأرض في هذه السنة، بارك. سلم أجل هواء الصالح وسماء الأرض يا رب وارحم. اذكر يا رب صعود المياه الأنهار في هذه السنة وسعتها ومقدارك ونعمتك. سلم أجل صعود المياه الأنهار وارتفاعها ومقدارها يا رب وارحم. اذكر يا رب الزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة، بارك. سلم أجل أمطار السلاح ومزرعة الأرض يا رب وارحم. إكلينو من طاونات. أنا أستمين إكلينو من طاونات. كي أنا استمينك من وين طالع؟ أذكر رب خلاص الناس والبهائم. أذكر رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لكل المواضع كل ديرة تبعنا الأرثوذكسيين. أذكر رب رئيس أرضنا عبدك حفظه سلاما وعدلا ومقدرة. أذكر رب من طالع؟ أنا أستمينك لنو من طغنات. كي أنا أستمينك لنو من طغنات. أذكر يا رب المسبيين نجيهم جميعا. أذكر يا رب الراقدين والذين رقد أبانا وأخواتنا نايح نفوسهم أجمعين. أذكر رب الذين قدموا لك القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي. صلى من أجل الصعاد والقرابين يا رب ورحم. إكلينو من طغنات. أناني بنوت بيوت في بنت براتور. أنا أستمين إكلينو من طغنات. أناني بنوت بن سوتير. هي أنا أستمين إكلينو من طغنات. أناني بنوت أو أذكر رب المتضايقين نجيهم من جميع شدائدهم. صلوا من أجل المتضايقين يا رب وارحم. اذكر يا رب موعظي شعبك ارحمهم. صلوا من أجل الموعظين يا رب وارحم. ثبتهم في الإيمان بك كل بقية عبادة الأوثان. انزعها من قلوبهم ناموسك خوفك وصاياك حقوقك. أوامرك المقدسة ثبتها في قلوبهم وعرفهم ثبات الكلام الذي وعظوا به. وفي الزمن المحدود فليستحقوا حميم ميلاد الجديد. استعدوا من يكلم روحك القدوس. صلوا جميعا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب أيها السيد الرب يسوع المسيح إلينا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم فطوبى لعينكم لا تبصر أذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسيك يا رب اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصلنا نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقد يا رب نيحهم المرضى اشفيهم أنت حياتنا كلنا خلصنا كلنا رجعنا كلنا شفانا كلنا قيامتنا كلنا المجد لك يا رب من تراتيل المزامير أبينا ومعلمنا داود النبي الملك الطاهر بركاته على جميع آمين. اللهم أن مخالف الناموس قد قام علي ومجمع الأعزاء طلب نفسي ولم يسبق فأجعلوك أمامهم الليل يا الإنجيل فصل من بشارة معلمنا لوقا البشير تلميذ الطاهر بركاته على جميع آمين. وفي اليوم التالي لما نزل من الجبل استقبله جمع كثير وذهب رجل من الجمع صاح قائلا يا معلم أتضرع عليك انظر إلى ابني فإنه ابن وحيد لي
وها روح يأتي عليه فيصرخ بغتة فيضجه وأسرعه فيزبد وبجهد ينصرف عنه مهشما إياه. وسألت تلاميذك أن يخرجوا فلم يستطيعوا. فأجاب يسوع وقال أيها جيل الغير المؤمن الأعواج إلى متى أكون معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا. وفيما هو يقدمه لي صرعه الشيطان وأزعجه فانطهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجبوا جميعا من عظمة الله إذ كانوا متعجبين جميعا من كل ما فعل. والمجد لله دائما أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لأن لك المجد إلى الأبد. جيفز مروت جيفيوت نمشيرين بابن المحيص وابتتريا سنجيكبو تنهوش تموس تنتيونس. قدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. حصارك إنك المقوى قوى المقوى 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 آمين. كان بخريستوس بن شويس أشكيب خلاص من تكري أكلنا دين كنوبيون سوكري براس خامن سومت أفوه ومن Que tu me mates, أمين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون أمين. هللويا زوك سابت ريكي يوكي ماتي كينين كاي كيستوسيون استونيون أمين تنوشي فول ومن شوي سيسوس بخريستوس يا من سمعنا 40 يوما واربعين ليلة حتى خلصنا من خطايانا خلصنا وارحمنا سوتي مونون أينا كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون أمين. اسمه رويس اسمه رويس ديما تنيا كوني يقول قم بي اسمه الله علينا بارك لنا ربك علينا ربك بارك مراتك رحمة فرحهم إلى بيت يسوع المسيح لنا لسه معنا 40 يوم 40 ليلة بسر لا ينطبع تخلصنا بارك لنا بكل بركة روحية في السماوية بسرعة تطبع تصنعها عنا كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم الثلاثة العظماء من نور أطهر ميخائيل وبريا ورفاعي كل مصاف السمائيين القديس مريم يوحنا المعمدان سادة الآباء الرسل قديس مريم مرقس قديس ماري يوحنا قديس ماري بولس كل مصاف الشهداء قديس ماري جرجس في لوباتير مقولس قديس أبا مينا قديس أبا فهم قديس أبا بارا قديس أوليانا قديس تميانا كل مصاف لوباس صليب أبرار والصديقين والعذار الحكيم قديس أنبا تونس أنبا بولا وساس أنبا مقالات القديسين وباركة والدة الإله القديسة الطاهرة مريم أولا وآخرا بركاتهم ومحبتهم وشفاعتهم وهباتهم وقواتهم وعنتهم تكون معنا جميعا بخريستوس بن نوتي امين. اسسوبي يا ملك السلام اعطينا السلام اغفر لنا سلامك اغفر لنا خطايانا لك الملك والبركه والعزه من الان الابد امين. اجعلنا يا رب مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا ولهنا وخلصنا يسوع المسيح شركة مهبة العطيد رحمة تكون معكم سلام الرب يكون معكم ومع روحك أيضا شاي سنين أنا ليريا ليريا أخي نبران بيوت نمشي بابن أمه الثواب صلاة الساعة كانت النار وعرفة المسيح لنا لنا وعرفة المسيح
متى جاء المعزي روح القدس الذي سوى الاب باسمي فهو يعلم كل شيء يذكركم كله قلت لكم سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم لا تضرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم ثم كنت حبني كنت تفرحون لاني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني وقلت لكم من الان قبل ان يكون حتى من كنت تؤمنون لست اكلم كلاما كثيرا بعد ان رئيس هذا العالم اتى وليس لي في شيء لكن لكي يعلم العالم اني احب ابي وكما اوصاني ابي هكذا افعل قوموا ننطلق من ها هنا انا هو الكرم الحقيقي ابي الكرام كل غصن في لا ياتي بصبر يقطعه ولا وكل ما ياتي بصبر ينقيه لياتي بصبر اكثر وانتم من قوم انقياء من اجل الكلام الذي كلمته به اثبتوا فيه وانا ايضا فيكم روح القدس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في وقت الساعة الثالثة إذا لا تنزحوا منا يا الصالح لكن نسألك أن تجدد في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيها يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من قدام وكك وروح القدس لا تنزعه مني يا رب الذي أرسلت روح القدس على تلاميذك القديسين ورسلكم المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزح منا صالح لكن أسألك أن تجدد في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح من الله الكلمة روح مستقيما وحينا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطان القادر على كل شيء لأنك أنت ودي أنفسنا يا من يضيء لكل إنسان آتي العالم ارحمنا يا والدة الله أنت الكرم الحقيقي الحامل عنقود الحياة نسألك تمملونا مع ما رسول منك الخلاص نفسنا بارك رب لنا بارك رب يوم بيوم يا تركنا لنا ولا خلاصنا كنيك يا عينك استوسيون استونيون آمين سمع المعزي روح حق الحاضر في كل مكان وأمين كل كنز الصلاحة ومط الحياة المتفضل روح لفينا وطهرنا من كل دنسة يصعنا وخلصنا كوسنا زوك سيباتريك يوكي أغيوم نماتي كنت معنا تاني مزكي المخلص وقتكم السلام حلم أيضا كن معنا ومنحنا سلام وخلصنا ولما أبصر الجموع صعد إلى الجبل عندما جلس تقدم إلى تمييز فتح فيها علمهم قائلا توب المسكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات توب الحزن الآن لأنهم يتعزون توب الوداع لأنهم يرثون الأرض توب الجياع والعطش للبر لأنهم يشبعون توب الرحمة لأنهم يرحمون توب الأنقياء القلب لأنهم يعينون الله توب لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله توب المطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم استردوكم وعايروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح في ماذا يملح لا يصلح بعد الشيء إلا أن يطرح خارجا ويدوس الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا ونضعونا تحت المكيال بل يدعون عار المنارة فيدي لكل من في البيت هكذا في اليدين نراكم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصلاح في مجد أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائمنا مدينة من تنشمكم وخلصتوصنا بكنا أطوصنا من الماء ثواب جيئك يكستم النينين يا رب يأمن في يوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة تجرى علي أبونا آدم في الفردوس مزقت خطايانا المسيح لأنه خلصنا أنا صرخت إلى الله ورب سمعني لما استجب صلاتي وأطرف طلباتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الزور كلام يقول فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام
يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته يديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحيية وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال هايولة والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرافتك. كينك عينك صوصيون استونيون آمين. إذ ليس لنا ذل ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا ولدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك ومقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة. لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحوم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا بيا الله يا مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجنا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس. كينك عينك استوسيون استونيون آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح، لأن عندما وصلت إليك طاهرتين على عود الصليب فلهذا كل الأمم تصرخ إلى المجد لك يا رب. دوكسا باتريك أيوكي أجيوم نموتي. نزل لشخص غير الفاسد يا صالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجى الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ ليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب، المجد لك. كينينك عينك استوسيون استونيون آمين. أنت يا الممتلئ نعمة يا ولادة الإله، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فانهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول، من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح إلهنا. دوكسا سيوثيوس يمون جيل معنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركات على جميع آمين. ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على الانفراد المدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هنا في موضع قفر. فقال لهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا: ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه، وكانوا نحو 5000 رجلا. فقال لتلاميذه: ليتكوا في كل موضع 50-50. ففعلوا هكذا وأتكأوهم أجمعين. فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضع أمام الجموع. فأكلوا جميعهم وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة. تدخل تلبطي لحضرتك كلمتك احميني. سباتريكي ايوكي اغيوم نماتي. كينينك عينك استوسيون استونيون آمين.
آمين. لما أبصر الأسر رئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا لا متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها والأرض ما جت مرتعدة لكن هي قادر على كل شيء والمحتمل كل شيء. اسكننا يا رب متى جئت في ملكوتك فريك أيوكي أجيوم نماتي يا من قبل إلي أطراف اللص على الصليب وبنى إلي الصالح نعم مستوجبين حكم الموت من أجل خطايا خطايا معه معترفين بآياتك ونصدق معا جميعا. اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك كانينك عينك استطيعون استطيعون آمين. عندما نظرت آية الحمل والراعي مخلص على معنى الصليب معلقا قالت وأباكي من عالم في أفرح قبول خلاص ومع الشايف التائب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صبر عليه من أجل كل يا ابني وإلهي. آمين. صلاة الساعة 11:10 من نهار المباراة قدم المسيح ملكنا لنا نرجو يغفر لنا خطايانا من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا آمين. نكساس يوثيوس يمون جيل معلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركات على جميعنا امين. ولما قام المجمع دخل بيت سمعان وكانت حمى سمعان قد خازت حمى شديده فسولوا من اجلها فقف وقام منه وانطر الحمى فطغته وفي الحال قامت وصارت تغتم ومع عند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بانواع امراض كثيره قدما اليه اما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فالشفيهم وكان الشياطين ايضا تخرج من كثير وتظهر وتقول أنت والمسيح ابن الله فكان ينترم ولا دعم تقول لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. مجد لله دائما أبديا آمين. تنشرهم كبير السوسنا مكتن وعرفوسنا من الماي ثواب جي أك يكس تمنى ينان إذا كان الصديق بجهد يخلص أين أزهر أنا الخاطي سقل النهار وحر ولا ما احتمل ضعف بشريتي لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11 أني أنا بالآثام حب الأبي وفي الخطايا ولدتني أمي فما أكثر أنظر على السماء ولكني أتكل غير رأفتك ومحبتك البشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي فإني خاطي اسرع لي يا مخلص بفتح العضن لأبويا لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات فلأن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ فلا تخلى عن قلب خاشع مفتقر رحمتك لأني إليك أصرخ يا رب تخشع عطاتي يا أبايا للسماء قدامك ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا بلك عني كاحد اجراك. كانين كاين كاستطيعون استونيون امين. لكل اسم بحرص ونشاط فعلت لكل خطيه بشوق واجتهاد ارتكبت لكل عذاب وحكم استوجبت فاجهي لي اسباب التوبه ايتها السيد العذراء فلليك اتضرع وبك استشفع واياك ادعو ان تساعديني لئلا اخزع وعند مفارقة نفسي من جسدي احضري عندي وانا مؤامرة العداء اهزمي ولا ابواب الجحيم اغلق ولا الا ابتع لنا نفسي اعرس بالعابي الختن الحقيقي. إذا الإنسان كان بروشيم يسمع وسمع عنه هذا الإنسان كان برا تقيا متوقعا تعزيز إسرائيل والروح القدس كان عليه وكان كان أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعين المسيح الرب فأكبر بروح الهيكل لما دخل بالطفل يسوع بوالي يصنع عنه كما يجب أن في الناموس حمله سمعان على عزراء وبارك الله قائلا الآن سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن العين قد أبصرت خلاصك الذي أعطاه قدام جميع الشعوب نورا لتجلى للأمم وجد للشعب إسرائيل. مجد الله دائما بدينا من تنشم كبه خريستوس نبيك تنعفس من الله ثواب جيهاك إياكس لهم النينان. وذن عتيدا نقف أمام الدين العاد مروب مرتع من كسر الذنوب لأن الأمر المقاتل في المهن لا يستوجب الدينونة لكن أرض ساكنة لأن الطرف في القبر لا يسبح ولا في الموت من يشكر ولا في الجحيم من يشكر بل انهاض من رقاد الكسل ودرع المخلص بالتوبة قال اللهم ارحمني وخلصني. لو كان العمر ثابتا وهذا العالم أبدا لكانت لك نفس حجة واضحة لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشريقة قبيحة أمام دال العدل فأجوب تجيبين وانت عصر خطا منطرع في غضاء عشيز متهاونة أيها المسيح لأن الكرسي حكمك المرهوب أفزع والمجلس لأن أخشع والنور شعل وتك أجزع عن الشاق المتدنس الرقد على فراش المتهاون في حياتي لكن اتخذ صورة العشار قار عن صدري قال اللهم اغفر لي فإني خاطئ. إنك أينك استوسيون استونيون آمين. أيها العذراء الطرز بلزلك سرع المنع على عبيدك وبعد أمواج الأفكار دي عني ونهد نفس المريض للصلاة والصار لأن الصارغت في ثبات عميق فإنك أم قدر رحيمة معينة والتي ينبع الحياة ملك ولا يسوع المسيح رجائي.
تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت يا رب المتجلي، بارك اسمك القدوس ممنوع مجدا الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما اتكلنا عليك، لأن كنت رقائك، لأن أنت لست تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا الله مخلصنا ورجاء أكثر الأرض ما كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من كل هذا الجيل للأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أرني برك يا رب، في رحمتك دائما للأبد. أعمال يديك يا رب ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجاء من جيل إلى جيل. طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فإن أخطأت إليك يا رب ارتجى إليك فخلصني، علمنا أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة وبنورك يا رب نعين النور. فارتدت رحمتك للذين يعرفوك وبركة مسقية القلوب، لك بركة ولك تحب التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ الأبد الأمين. جيد هو الاعتراف للرب وتبتدي لاسمك علينا خبر برحمتك في الغدوات وحقق كل ليله. قدوس الله قدوس القدس الحي الذي لا يموت الذي ورد من عصاه ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القدس الحي الذي لا يموت الذي قام من اموات صعد السماوات ارحمنا. مجد الاب والابن والروح القدس الان كل اوان دار دور امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا يا يا رب، اغفر لنا اسامنا يا رب، اغفر لنا زلاتنا يا رب، افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. يا رب نحفظهم يا بلا خطيه يا رب، ارحمنا يا بلا خطيه يا رب، عنا بطولتنا اليك، لان لك المجد والعزه والقدس المثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب، بك امين. ابانا الذي في السماوات قدس اسمك، ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح. السلام لك رسالة قدس منتلا مجد العظلاء كل حين وتلا المسيح الصلاه والسلام عليك حبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام لك من حقول المسيح الاله العظلاء القديس، سال الرب عنا لا تنعم في السماء وخف خطايانا. ايات العظلاء من العظلاء القديسه بشفاعة امين جسد البشريه، اشفع فينا امام المسيح الذي كان عملنا فر خطايانا. السلام لك ايات العظلاء ماك حقيقه حقنا، السلام لك فخر الجنسيه لنا عمانو نسألك اذكرينا شفاعة المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح الذي يغفر خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ولمجدك يا العصاة القديسة وآتي الأهل، لأنك وردت مخلص العالم أتى وخلص مفسدا. المجد لك يا سيدنا وملك المسيح لشهادات أيها الصديقين سبات الكنائس غفران الخطايا. نبشر بالسوس القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. بالحقيقة نؤمن بإلهين واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود للآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من الله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن عذراء وتأنس وصلب عنا العهد براس البنطي، تألم وقرأ قام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده لدين حياة والأموات الذي يسلم كل قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس نجله ونجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف معمودية خطايا تزول قيامة الأموات وحياة الدار لا يأتي أمين. نعم نسألك يا حمل الله حامل خطية العالم اسمعنا وارحمنا أمين. كريا ليسون 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 يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدس الاب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسه الله الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، اعطيهم كلهم الاجر السمائي. هللويا ادخل الى مذبح الله تجاوج الله الذي يفرح شبابي، اعترف لك يا الله الهي بكثارة. اذكر يا رب داود وكل رداياته هللوا الوحيد يسوع المسيح ربنا مبارك الروح القدس الرب الموحي آمين.
واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس امين. مبارك رب الليل الابد يا جميع المبارك الرب ولتباركه جميع الشعوب لان رحمتك تسلط علينا وحق الرب يدوم الى الابد امين. دوك سبتريك ايوك اغيوم نماتي كان انك انك استوسي اونا استوني اونا نامين الليلو شير ابي ابروس افشي استاسي تي كيتوم نماتي مارن شبه موتن تطفن بريبر بس ناني وار نايت اف نوت اف يوتن بن شوي سو وابن نوتي وابن ستير ايسوس بيا خريستوس يا ورسكي بازي نيغون اول ويسي نيرون او اري ايرون اف شبتي نيرو اف تي ياسو ايرون اف تي توتين ونتن شاري اتايونو اي انثوف اون مارن تي وروف بوسن تباري هيرون خم باي إهو أوث أو أفاي نمني هو أوتيرون تبنون خن هريني نبين جبي بنتو كراتور بشوي سبنوتي أبرو سبك ساستي كريا لايسون أبني بشوي سبنوتي بي بنتو كراتور بيوتن بن شوي سوا بنوتي وابن ستير إسو بي خريستوس. نشكرك يا رب على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا عمتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا عضدتنا أتيت بنا هذه الساعة أطلبوا لك أرحمنا الله ويترف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي من بصلاة عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا يا رب ارحم. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر نحن أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل يوم حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة عن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو صوتي صامي كيتو أساساته في الجبال المقدسة أحب الرب أبواب سيون أفضل من جميع مساكن يعقوب تمجيدات قيلت عنك يا مدينة الله الليلويا سيون تقول إن إنسانا وإنسانا صار فيها وهو العلي الذي أسسها إلى الأبد الليلويا إكرينو من طغنات نعنان إبنو تفيوت ببنك كراتور أنا أستمينك بنومين طغنات نعنان إبنو تبن سوتير كي أنا أستمينك بنومين طغنات نعنان إبنو تي أوه نعنان كيريا لا الشعب وضعف يكونون محللين من فم السادس القدوس الآب والابن الروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفوال 12 رسول الناظر إلى أهل إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد بطريرك قديس سوير اسمع لنا دسخورس قديس أثناسيوس الرسولي قديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي فم القديس كيرلس قديس باسيليوس
القديس غريغوريوس من 1318 مكتم بين قيمة 50 بقسطنطينية ومئتين بأفسس، فم رئيس الكهنة البابا الطباع المكرم الأنبا تودروس الثاني وشريك في خدمة رسولية بين يوسف الطباع المكرم الأنبا بيتر. فما حقارتي أنه مبارك وملوء مجدا اسم القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان دهدر كلها آمين. Christos nembek yotena Christos nembek nevmai zowe Jiak iak sotimun aina البولس فصل من رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، بركته تكون معنا آمين. فلذلك يا أحبائي اهربوا من عبادة الأوثان. أقول كما للحكماء احكموا أنتم فيما أقوله. كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ والخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ فإننا نحن خبز واحد جسد واحد، لأننا جميعا نشترك في الخبز الواحد. انظروا إسرائيل حسب الجسد، أليس الذين يأكلون الذبائح هم شركاء المذبح؟ فماذا أقول؟ أن ذبيحة الوثني شيء أو أن الوثني شيء؟ بل إن الذي تذبحه للأمم إنما تذبحه للشياطين لا لله. فلا أريد أن تكونوا شركاء للشياطين، إنكم لا تستطيعون أن تشربوا كأس الرب وكأس الشياطين، ولا تستطيعون أن تشاركوا في مائدة الرب ومائدة الشياطين. أن أغير الرب لعلنا أقوى منه؟ كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياء تبنى. لا يطلب أحد ما هو لنفسه بل ما هو لغيره. كل ما يباع في سوق اللحم كلوه غير فاحصين عن شيء من أجل الضمير، فإن للرب الأرض وملؤها. إن دعاكم أحد من غير المؤمنين وأحببتم أن تذهبوا فكلوا من قدم لكم غير فاحصين عن شيء من أجل الضمير. ولكن إن قال لكم أحد هذه ذبيحة أوثان فلا تأكله لأجل الذي أعلمكم ولأجل الضمير، لأن للرب الأرض ملؤها. أقول الضمير ليس من أجل ضميرك بل ضمير غيرك. فلماذا تدان حريتي من ضمير غيري؟ إن كنت أنا أتناول بشكر فلماذا يفطر علي فيما أنا شاكر عليه؟ فإذا أكلتم أو شربتم أو عملتم شيئا فاعلموا كل شيء لمجد الله. كونوا بلا معثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله، كما أنا أيضا أرضي الجميع في كل شيء، غير طالب ما يوافق نفسي بل ما يوافق الكثيرين لكي يخلصوا. كونوا متمثلين فيا كما أيضا بالمسيح. نعمة الآب تحل على جميعنا آمين. الكاثوليكون من بطرس الأولى، بركاته علينا أمين. لتكثر لكم النعمة والسلام، مبارك الرب الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي على حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ لكم في السماوات. أيها المحروسون بقوة الله بالإيمان للخلاص المعد أن يستعلن في الزمان الأخير، الذي به تبتهجون الآن قليلا إن كان يجب أن تحزنوا بتجارب متنوعة، لكي يكون اختبار إيمانكم كريما أفضل من الذهب الفاني مع كونه مختبرا بالنار، لكي تجدوا أهلا للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح، الذي إن لم تعرفوه تحبونه مع أنكم لم تروه الآن ولكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. لا تحبوا العالم يا أخوتي ولا الأشياء التي في العالم. العالم يزول وشهواته،
والذي يصنع إرادة الله يدوم إلى الأبد. آمين. إكس ماروت آلي صوص نمبك يوتن آغا صوص نمبك نمائز وابجي عقيق صوتي مناينا براكسيس. وحدث لما استكملنا الأيام خرجنا وسرنا وهم يشيعوننا بأجمعهم مع النساء والأولاد إلى خارج المدينة، فجثونا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا وركبنا السفينة، وأما هم فرجعوا إلى خصتهم، وأما نحن فأقلعنا من صور وأقبلنا إلى بطلمايس عكا، وسلمنا على الإخوة ومكثنا عندهم يوما واحدا، وفي الغد خرجنا وجئنا إلى قيصرية، ودخلنا بيت فيلبس المبشر الذي هو أحد السبعين وقمنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبآت. وبينما نحن مقيمون أياما كثيرة جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فدخل إلينا وأخذ منطقة بولس وأوثق بها يديه ورجليه، وقال: هذا ما يقوله الروح القدس أن الرجل صاحب هذه المنطقة سيوثقه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيادي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والأخوة الذين في ذلك المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. حينئذ أجاب بولس: ماذا تفعلون إذ تبكون وتكسرون قلبي؟ لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن مشيئة الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو. القديس البابا ميخائيل الثاني البطريرك 71، في مثل هذا اليوم من سنة 862 للشهداء، تنايح القديس البابا ميخائيل الثاني البطريرك 71 من بطاركة الكنيسة المرقسية. ولد هذا الآب بقرية دأدوس، ولما كبر ترهب بدير القديس ماكاريوس الكبير ببرية شهيد، فعاش في نسكن زائد ومواظبا على الصلاة والقراءة. الآن زاع صيت فضائله. ولما تنيح البابا غبريال الثاني البطريرك 70، تقدم راهب يدعى يؤنس بن كدران يريد أن يرشح نفسه، وعاونه في ذلك الأنبا يعقوب أسقف لأمانة، والأنبا خريستوزولوس أسقف فوة، والأنبا ميخائيل أسقف طنطا، إلا أن أساقفة الصعيد وكهنة الإسكندرية وأراخنة مصر لم يقبلوا ذلك، وأختاروا 3 من الرهبان وألقوا قرعة هيكلية بينهم، فوقعت على الراهب ميخائيل فرسموه بطريركا يوم 5 مصر سنة 861 للشهداء. وكان هذا الآب شيخا جليلا محبا للفقراء والمساكين، وكان يعرف كيف يصل إلى القلوب بوعظه وإرشاده، فداوم على تعليم الشعب وتثبيتهم على الإيمان، فالتفوا حوله في محبة وولاء وتقبلوا إرشاداته بفرح. وقد استمر هذا الآب في نسكه وتقشفه
وقناعته. وكانت هناك 5 أبرشيات خالية، فصام مصليا إلى الله ليختار من يصلح لهذه المسؤولية، فرشده الرب إلى 5 من الرهبان الأتقياء، فرسمهم وزودهم بالنصائح والبركات. ولكن أيام هذا البابا كانت قصيرة، فمرض وتوجه إلى بريت شهيد، وهناك تنيح بالسلام بعد أن أقام على الكرسي 8 شهور. بركة صلواته فلتكن معنا، أمين. وفيه أيضا تنيح الآب القديس الأنبا يوحنا أسقف أورشليم، ولد من أبوي يهوديين حافظين التوراة، فهزبا وعلماه كثيرا حتى نبغ في علوم الشريعة، وكان يجادل المسيحيين ويناظرهم، فثبت له مجيء السيد المسيح وأنه إله حقيقي. ثم ذهب للقديس يوستوس أسقف أورشليم، فأمن على يديه وصار شماسا، ونظرا لعلمه وفضيلته انتخبوه أسقفا على أورشليم. فلما ملك أدريانوس الملقب إيليا أمر ببناء ما هدم من المدينة، ثم بنى برجا على باب هيكل اليهود، ووضع على بابه لوحا من رخام مكتوبا عليه اسمه، وامتلت أورشليم في زمانه من اليهود والأمم. ولما أبصر الأمم المسيحيين يأتون إلى الجثة ليصلوا منعوهم، وبنوا هناك هيكلا باسم الزهرة، ومنعوا المسيحيين من العبور في ذلك المكان، ولهذا قد اشتد ساعد اليهود والأمم، فضايقوا المسيحيين كثيرا. فأصاب هذا الآب من جراء ذلك كثيرا من البلايا والأحزان، ولما أكمل جهاده تنيح بسلام بعد أن أقام على كرسي الأسقفية 2 سنين. بركة صلواته فلتكن معنا، وإلهنا المجد الدائم للأبد، أمين. Agios osios, agios echeros, agios asanatos, anarsenogenetis eleison imes, agios osios, agios echeros, Agios asanatus ostavrotis dimet eleison imes, Agios osios, Agios echeros, Agios asanatus anastasipton nekeron ke anelson estos oranus eleison imes, doxe petri ke eio ke agei obne eumati ke nin ke ai ke sose onastoni onon amine tries eleison imes. Ειρήνη πάση και το πνεύμα τέσο. أيها السيد الرب يسوع المسيح لنا، الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسيك. يا رب اشكر أيضا يا
سيدنا كل الذين أمرونا وعصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب ليحهم المرضى يشفيهم، أنت حياتنا كلنا خلصنا كلنا رجعنا كلنا شفانا كلنا وقيامتنا كلنا. آمين. المجد لك يا رب. من مزامير ترتيل بين داود النبي والملك، بركات على جميعنا امين. اصنع معي آية صالحة فليرى الذين يشنوني وليغزوا، لأنك أنت يا رب أعنتني وعزيتني. هللويا. مبارك الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم وللأبد أمين. وكان يعلم في أحد المجامع في السبت، وإذ امرأة بها روح مرض منذ 18 سنة، وكانت قد انحنت ولم تقدر أن تستقيم البتة، فلما رأى يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة إنك محلولة من مرضك. ووضع يدي عليه وفي الحال استقامت ومجدت الله. فأجاب رئيس المجمع ومغضب لأن يسوع أبرأ في السبت، وقال للجمع: إن ستة أيام يحل فيها العمل، فتعالوا فيها لتستشفوا لا في يوم السبت. فأجابه الرب وقال: يا مراؤون، ليس كل واحد منك يحل ثوره أو حماره في السبت من المزود ويأخذه فيسقيه؟ وهذه وهي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان منذ 18 سنة، أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ وإذ قال هذا خزى جميع مقاوميه، وكان جميع الشعب يفرحون بكل الأعمال المجيدة التي صدرت منه. والمجد لله دائما. بسم الله والابن والروح القدس الى واحد امين. بنقرا بتاعت ربنا المسيح واعمال الرحمه اللي بيعملها، وفي مجمل اعمال الرحمه بتاعت ربنا بيورينا بيكشف لينا عن قلب كبير جدا، رؤوف رحوم متحنن، يشفع على الناس ويفكر فيهم، دايما في باله الناس التعبانين، دايما في باله الناس المتألمين. وأحيانا ربنا يمد إيده ويشفي، وأحيانا يسيب الإنسان في المرض بتاعه زي ما كان. وعندنا الأمثلة دي، أحيانا يروح ربنا يدور على الناس يشفيهم، واحد زي بولس وفي وسط الخدمة بتاعته أعمال الخير اللي بيعملها بولس والتبشير للناس كلها، يقول له: رب شيل من عليا الألم. يقول له: تكفيك إيه؟ نعمتي قوتي في الضعف تكمل. فما فيش عندنا قاعدة ثابتة في القصة دي، احنا بنطلب من ربنا المعونة، وربنا بيتحنن إذا رأى إن في ده مصلحتنا، لأن هو يرى الأبدية كلها، ما يراش، لا يرى بس النهاردة وتحت رجلينا زي ما احنا بنعمل. فالنهاردة بنقرأ الإنجيل بتاع المرأة المنحنية تحضيرا لإنجيل المفلوج. في شوية حاجات في الإنجيل ده مهمة
ربنا حط لنا الإنجيل ده والروح القدس حطونا عشان نتأمل فيها. أول حاجة إن الشيطان يربط. الشيطان هو وراء المشاكل كلها بتاعت البني آدمين. يقول كده ربنا عنه أنه كان قتالا للناس منذ البدء. هدف الشيطان عشان تبقوا عارفين، احنا بنبقى سذج مش فاهمين، هدف الشيطان مش انه يوقعنا في الخطيه، دي السكه اللي يوصل بيها للهدف. طب الهدف ايه؟ موتنا، عايزنا نموت جسديا وايه وروحيا، عايز يدمرنا. طب ليه الشيطان يكرهنا قد كده؟ ان احنا صوره الله وهو لا يحتمل وجود الله او صورته. الشر كله طالع من هناك، الشر طالع من شخص رفض يخدم ربنا. اول بدايه الكلام بتاعه قال مش هخدمه، هي دي البدايه. الشيطان ما قالش ان انا هقف ضد ربنا، اول حاجه هو رفض ان يخضع تحت ايدينا الله وعمل لنفسه ايه مملكه زي ربنا. نجد في الصوره بتاعت الملاك ميخائيل تفسير لقصه الشيطان، يقول لك ايه ملاك ميخائيل في الصوره دايس على الشيطان وبيضربه بالحربه، طرحوا الأرض. ليه؟ لو تفهموا اسم ملاك ميخائيل إيه تعرفوا اسمه إيه؟ ميخائيل معناها من مثل الله، هو سؤال مردود عليه، مين زي ربنا؟ مين اللي قال أن أنا هبقى زي ربنا؟ الشيطان. فلا، مين اللي هيقف له؟ الملاك اللي تحمس جامد جدا، هم كان على فكرة الشيطان رئيسه، سطنائيل كان رئيس ميخائيل، فهو أقنع الملائكة وقال لهم إحنا ننفصل ونعمل مملكة لينا نعمل فيها اللي إحنا عايزينه. فطلع واحد من تحت الجيش بتاعه اللي هو رئيس الملائكة ميخائيل وقال لا، أنت بتقول عايز تبقى زي ربنا، مفيش حد زي ربنا، من مثل الله، فتسمى هذا الاسم ميخائيل من مثل الله. القصة بتاعت الشيطان معانا هي سببها البسيط جدا إن إحنا صورة الله. That's it. صورة الله، فهو طالع يقاوم الصورة لأنه ما يقدرش على الإيه، مش قادر على الأصل، فيطلع يحارب الصورة. بنفكره بالمجد بتاع ربنا، بنفكره بحاجات هو مش عايزها، رافضها تماما، وعشان يثبت لنفسه أنه هو أيضا إيه إله. ودي نقطة خطيرة برضو أنا عايزكم تفكروا فيها، من ناحية الشيطان، من ناحية أي مخلوق ربنا عمله، لا يستطيع أي مخلوق يخلق. الوحيد اللي يقدر يخلق هو مين؟ الله. يخلق من العدم، من مفيش، يقول لي حاجة تحصل، دي حاجة جبارة جدا وطبيعة تانية خالص احنا ما نقدرش حتى نستوعبها، برا الزمن وبرا المكان وبرا التاريخ وبرا كل حاجة، ويقول للأمر كن فيكون. فالشيطان ما يقدرش يعمل كده. طب ايه الحل بتاعه عشان يبقى مالك؟ ما لازم يملك، لازم يسيطر، لازم يبقى له سلطان. من القصص القوية جدا اللي بتورى الحكاية دي قصة بتاعت ملك الخواتم، بيشرح القصة دي بالتفصيل. في واحد ما يقدرش يعمل، طب يعمل ايه؟ ياخد اللي معمول ويعمل له ايه؟ ويسيطر عليه. ما يقدرش يعمل حاجة جديدة، فياخد اللي هو اوريدي معمول ويعمل ايه؟ يستولى عليه ويفرض سلطانه عليه. بس للأسف لأنه ما يقدرش يدي صحة، فبيعمل ايه؟ بيديه مرض. ما يقدرش يدي حياة، يعمل ايه؟ يموت. ودي نقطة في الفلسفة برضو عايزكم تنتبهوا ليها، الشر مش حاجة سلبية بمعنى صح، يعني الشر ما الضلمة مش شر، ما هو الضلمة دي حاجة سلبية، لكن ان الواحد يطفي النور وسط الناس ما بتذاكر او بتشتغل ده ايه؟ ده شر. هو جاب الضلمة بطريقة ايه؟ فعلية إيجابية. ما هي الضلمة نفسها مش غلط، الواحد محتاج يضلم الدنيا في الوقت المناسب عشان إيه؟ ينام، وربنا عمل لنا كده. قال تيجوا بالليل هخلي الشمس تستخبى ورا الأرض فالدنيا تضلم، قوم عينيكوا ترتاح تناموا عشان أنتوا محتاجين نوم تجددوا الطبيعة بتاعتكم. لكن لما الواحد يطفي الشمس بإيده عشان الناس تبطل تشتغل ده إيه؟ ده شر. عايز هنا نشوف ان القصة دي ربنا شافها، قال ان كل المشاكل بتاعت البشر، هنا دي واحدة ست منحنية. كم واحدة ست منحنية شفتوها في حياتكم؟ كتير. العظم بتاعهم بيهش والعمود الفقري بيبتدي ايه؟ يقوص وتنحني. سيدي يسر كانت منحنية زيادة، فقال
كده. وهذه وهي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان منذ 18 سنة. النوع بتاع الحناء بتاعها ده كان شوية مختلف، دي كانت من الشيطان، ضربة من الشيطان. ولما قال بولس عن القصة بتاعته يقول لك إيه، إن أنه أمر ملاك شيطان لكي إيه يلطمني، يديني ألم علشان إيه ما تكبرش. ربنا ساب عليه الشيطان عشان يل. وكأني أنا بتخيل الصورة كده، إن الشياطين مستنين لنا عايزين يأذونا بأي شكل، بس مين اللي إيه موقفهم؟ ربنا. عشان كده ما بنصلي نقول له إيه، أنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا ليك، وبنقول في الآخر كده وكل بنقول على الحتة بتاعت في صلاة الشكر بنقول وكل فعل الشيطان وكل مؤامرة الناس الأشرار، بنقف ونصلي ضد الأمر ده، لأن ربنا عامل سور حوالينا، كل واحد فينا حواليه ملاك حارس وسور من نار عشان الشيطان ما يجيش جنبه. النقطة التانية اللي يوريها هنا ربنا النقطة في الإنجيل ده، يبقى أول حاجة سبب المشاكل بتاعتنا كلها شغل شياطين، شياطين اللي عاملة زي الدبان اللي بتحاول إنها تأذينا طول الوقت، والشياطين هي بتوسوس في ودان الناس إنها تأذينا. مش يقول لك كده، ولما فرغ الشيطان مما ألقاه في قلب يهوذا الإسخريوطي، يعني الشيطان هو اللي ملأ قلبه يعمل إيه؟ يسلم ربنا. ولما فرغ الشيطان من إلقاء كل اللي عايز يقوله في قلوب رئيس الكهنة والقوات بتوع الشعب، فخلص لدرجة أن بيلاطس استعجب، هم عايزين يقتلوه بالشراسة دي ليه؟ هم لو دراعه جامد جدا، دهم السكة الشيطان أن هم ياخدوا القصة دي. وربنا والله الآب سكت، قال ماشي، عايز تقتله اقتله، عايز تقتل ابني اقتله، سكة مفتوحة. وطبعا في كمية غل وشر جامدة جدا جوه الشيطان عايز يقتل. هنا بيورينا ربنا ان ده السبب الكبير، وعشان كده في الحد بتاع انتبهوا بقى احنا بندخل الشيطان ازاي، انتبهوا ايه في الحد بتاع المفلوك، هيقوله ربنا كلمة غريبة جدا، هو بيسيبه يمشي، قال له اذهب ولا ايه تخطئ ايضا لألا يكون لك أشار. يعني احنا اللي بنعمل خرمة في الحيطة اللي ربنا حوالينا حطها حوالينا بالايه، بالخطية، بنفتح الباب بقى، رغم ان ربنا مش عايز لنا كده. يعني احيانا يبقى معي مشيئة ربنا، واحيانا تبقى مشيئة مين؟ مشيئتي انا، لان انا سيبت الخطية تشتغل في حياتي لغاية لما الحيطة اللي من النعمة المحطوطة حواليا حصل لها ايه، التيار الكهرباء اللي فيها ابتدى يتقطع، انا اللي قطعتها بايدي. فهنا ربنا بيحذرنا، اذهب ولا تخطئ ايضا لالا يكون لك اشر. انا الصوره كده، ربنا بعت ملائكه، بلك ملاك حارس وملائكه دفعوا عنا طول الوقت متحوطين بالحراسه دي، وانا جوه بحاول ان انا احافظ على بيتي، ولكن لو سلمت نفسي للخطيه والخطيه دخلت ليا لجوه، بفتح الباب ده، بفتح الحيطه دي، بهدها. قالها بالعام في القصه القديمه لبلاق ملك مؤاب، كان إسرائيل طالعين من مصر رايحين أرض المعاد، قصة مشهورة دي، وقربوا على أرض المعاد هيعدوا على الأردن. زمان الأردن كان اسمها مؤاب، بلد اسمها مؤاب. الملك بتاعها اتخض، لقى جيش جايلهم بتاع 2 مليون واحد، عدد كبير جدا هم مش قدروا عليهم، فقال سمع عن اسم واحد اسمه بلعام، راجل ايه عراف وممكن يقول كلام والكلام يحصل، فلو لعن حد بيتلعن هاتهولي، واداله فلوس كتير قوي. فجي الراجل وقف وعمل له، قال له اعمل لي مذابح على الجبال بتاعته، وقف فيها جبال، فعمل له مذابح عشان يبص على الشعب تحت، عمل مذبح وعايز يرفع ذبيحه لربنا وهيلعن ربنا، قال له اوعى تلعنه، ماشي هديك فرصه. عمل 7 مذابح عشان يحاول ياخد الفلوس اللي الراجل مديها له، وما عرفش يلعن الشعب. قال له انا مش عارف العنهم، بس عندي سكه ليك. قال له نعمل ايه؟ قال لهم هم ببساطه شديده جدا يلعنوا نفسهم، انا هديك النصيحه اعملها وهي دي اللي هتخرب بيوتهم كلهم. قال له نعمل ايه؟ قال له انت عندك معابد للبعل فيها بنات بيشتغلوا في الخطيه عشان خاطر دي عباده البعل، اطلقهم على الرجاله بتوع اسرائيل وشوف هيحصل ايه. فطلع البنات والرجاله وقعت في الخطيه،
مات منهم مئات الالاف في يوم واحد. وباء حصل، وباء شديد جدا جدا جدا. الحيطه اللي كانت حواليهم حصل لها ايه؟ انهارت. وهم اللي هزموا نفسهم، هم اللي هزموا نفسهم، الحيطه انهارت وتهزموا هم. فخدوا بالكم ان الخطيه بتهد حمايه ربنا، بتاخدها. فالامراض تيجي والمشاكل تيجي والتعب يجي، ونقول جه التعب منين والمشاكل جت منين والامراض جت منين، وبقى مش واخدين بالنا ان في حاجه تانية حاصله احنا مش قادرين عليها، مش قادرين نفسرها. الامر التاني اللي ربنا يتكلم عليه هنا انه يليق في الحد، يوم الحد بالنسبه لنا احنا، عمل الخير. عمل الخير مهم يوم الحد، لانه كان عندهم زمان السبت في قضيه جامده جدا، موضوع السبت ده، عشان برضو ما تدينوش الجماعه الفريسيين لهم حكايه. كان زمان في ايام اخر ايام العهد القديم، كان في اليونان، الاسكندر الاكبر جه وهزم المنطقه دي كلها وخدها، وعمل مدينه كبيره اسمها اسكندريه وعملها العاصمه بتاعته. وفي ايام بعد الاسكندر الاكبر ما عمل مملكه بتاعته، انقسمت المملكه اربع اجزاء، وكان الجزء اللي من نصيب، الجزء اللي فيه اليهود من نصيب واحد اسمه انتيوكس ابيفانس، انتيوكس الرابع، ما يسموهم السلوقيين. في مصر كان عندنا البطلسه، بطلميوس، واخر واحده كانت فيهم، اخر واحده قبل الرومان ما ياخدوا البلد كانت مين؟ كليوباترا، دي واحده من البطلسه. لكن في الشام كان انتيوكس، وكانوا انتيوكس واحد ورا الثاني، الرابع بقى اتجنن مره واحده، كان راجل كويس ويحب اليهود، ومره واحده اتقلب، ما حدش عارف ايه التاريخ، مش عارف له ليه سبب. فسموه اليهود ابيمانس، الكلمه معناها ايه؟ مجنون. ليه؟ لانه اصر يمحي الديانه اليهوديه، وقال اليهود لازم ياكلوا خنازير، ولازم يبطلوا يعلموا اولادهم الشريعه والتوراه، يكسروا السبت بكل طريقه، وما يختنوش عيالهم، وعملوا اختراع ان يرجع الطهاره، ما اعرفش ازاي. يعني العيل المطهر عشان يبقى يهودي يرجعوه تاني، ازاي انا ما اعرفش لغايه دلوقتي، انا ما شفتهاش دي. فقاموا اليهود من الرعب، كانوا بيقتلوهم، بيذبحوهم. لا يلاقي عيل بيتعلم التوراه في بيتهم يقتلوا الاب والام. فقاموا مجموعه من عيله تقيه جدا جدا، كانوا في الاول متحمسين جدا للتوراه، اسمهم ايه؟ المكابيين. المكابيين نسبه لواحد منهم كان اسمه يهوذا، هم راجل اسمه متياس وعنده اربع او خمس عيال، واشهر واحد فيهم كان اسمه يهوذا المكابي. فالمكابيين دول قاموا بثوره قويه جدا جدا، استعملوا فيها الارهاب. قالوا لليهود كده، قالوا لهم انتوا خايفين من اليونانيين، خايفين من انتيوكس، ده احنا هنعمل فيكم ايه؟ اسوأ وادل، ده احنا اللي هنقف لكم، واحنا نعرفكم اكتر منهم. اياكم تتحركوا، اياكم تعملوا اي حاجه ما بيقولوا عليهم، وما تخافوش منهم. فضلوا وعملوا ميليشيات كبيره جدا، وحرروا اورشليم، وعملوا ايه؟ وكان الراجل انتيوكس نجس الهيكل، ذبح فيه خنازير ودخل فيه اصنام، حطهم في الهيكل جوه، طبعا هيتجننوا كانوا. ونجحوا ان يخلصوا، هو جه تعب في يوم من الايام، سافر بعيد وعيه، استغلوا الفرصه، راحوا واخدين اورشليم، خدوها وخدوا المذبح، وقال لك هننضفه، هم كانوا عيد كهنه، هننضف الهيكل ونعيد تطهيره تاني. فعملوا حاجه اسمها التجديد على الهيكل. وكان في حواليهم البلاد اللي حواليهم كلها العساكر اليونان، فمش قادرين يتحركوا من اورشليم، فبعتوا رسول بالليل يجيب لهم زيت، لان المناره بتاعت الهيكل ما كانش فيها زيت. فالرسول ده خد 8 ايام، المناره ما كانش عندهم للزيت غير يوم واحد، بطريقه معجزيه، وقالت وكده بيقولوا ان ربنا معاهم، يعني ان الزيت بتاع يوم واحد كفاهم ايه؟ 8 ايام. طلع بقى العيد اللي بيعمله لغايه دلوقتي في عين المسيح، اتعمله فلغايه دلوقتي بيسموه عيد الهنكه. هنكه بيحطوا مناره في البيوت فيها ايه؟ تمن فروع، علشان الثمان ايام بتوع الانتظار بتاع الزيت. خلاصه الكلام، العيله دي الشعب حبوهم جدا وفرحوا بيهم وعملوهم ملوك، يسموها عيله الهزمونيين. الهزمونيين دول يمكن جايز الهاشميين كمان. فضلوا، اتحولت الحركه من حركه دينيه لحركه سياسيه، بقوا ملوك
ونسيوا القصة بتاعت الهيكل. ودخل في وسطهم ناس كتير، دخل فيهم من ضمن الناس اللي دخلت فيهم هيرودس، هيرودس الملك. هيرودس ده أصلا مش منهم، اتجوز واحدة من بناتهم وبالتالي عمل نفسه ملك. بس الحركة نفسها بتاعت المكابيين اتنقلت بقت الفريسيين. من هنا يجي الحماسة الشديدة بتاعت الفريسيين ضد الايه؟ ضد اي حد يكسر السبت او ما يحفظش الختان او ما يحفظش التطهير. الفريسيين في منتهى القوة في الموضوع ده، بس هو فاهم او بيسموه حافظ مش فاهم. فهنا ربنا يسوع المسيح بيواجه حركة مستقرة اوريدي. الناس دي بيمثلوا تاريخ يهودي قوي جدا، فهم النقطة اللي قالها لهم ربنا يسوع المسيح انتوا حافظين مش فاهمين ان ربنا ادانا يوم الحد او السبت في ايامهم عشان نعمل اعمال الخير. يعني معناها كده ثلاث حاجات يقولوها الربانيين او حاجتين. الحاجتين يقولها الربانيين، تروح المجمع، تروح الكنيسة وتقعد مع اسرتك، ده يوم السبت. السبت معمول لبناء الأسرة، يروحوا الهيكل أول عشان الأب الكبير هو الله، وبعدين نقعد مع الزوجة والزوجة والزوج والعيال. طب إنه جه ربنا يسوع المسيح قال لهم لا مش بس كده، كمان تعملوا خير لأن الأسرة الكبيرة هي الكنيسة. تشوفوا مين تعبان تسألوا عليه، عيان تزوروه، مسجون تزوروه، تروحوا تشوفوا الفقراء المحتاجين. فهنا السبت معمول من أجل إن الناس ترتاح. فإذا كان عندي أخويا في الكنيسة مش مرتاح وأنا أقدر أريحه، هو ده اليوم الحلو إن أنا أعمل فيه كده. حد محتاج يتزار، هو ده اليوم اللي أزور فيه. حد يتسأل عليه، هو ده اليوم اللي أسأل فيه. حد محتاج فلوس، ده اليوم أدور أشوف مين محتاج أديله عطية أديله حاجة. فدي نقطة خطيرة جدا هو ربنا قالها النهاردة. الحاجتين اللي اتكلمنا عليهم النهاردة هما النقطتين دول. الأولانية إن الشيطان ورا كل المصايب اللي بتحصلنا ده، وهو مستني أي نقطة تتفتح عشان يدخل يدمرنا. تتفتح إزاي؟ بالخطيئة، بالخطيه. لما يقولها كده ربنا من سيد، اقول لكم الكلمه دي، قال كده ان موسى ربنا افتكرها له يوم ما اسرائيل عبدوا العجل الذهبي. موسى طلع له جري على الجبل ووقف له قال له ايه؟ اوعى تمد ايدك عليهم، شيلنا انا وسيبهم هما. قال له لا. فسماها ربنا، جت في الانبياء بعد كده، ان موسى وقف في الثغره، لان الشعب عمل ايه؟ عمل ثغره في الحيطه. فموسى راح وقف له في الصاره قال له ما تسيبش حد يمد عليه، بمعنى اصعب يقول ربنا ما تسيبش حد يعدي من دي يدخل يأذيهم. يقصد مين؟ الشيطان، مش ربنا نفسه. ربنا مش هيأذي الواد هو، بس الشيطان بياخد فرصه لما بنلاقي الحمايه اتفتحت من ان احنا سيبنا ربنا، بطلنا ناخد النعمه، فياخد الباب ده. وقف فيه بقى هو موسى وقال لك، وقف في الصغر وحاجج ربنا وقال له لا ما تسيبهمش حتى وان كان، امحيني انا. فربنا سدها له يعني، او موسى سدها ربنا. الحاجه الثانيه ان احنا يوم السبت محتاجين نتفكر في عمل الخير، نضيفها في الايتينري بتاعنا، في الجدول بتاعنا، ان انا يوم الحد محتاج ادور على حاجه اعملها. قد تكون تليفون، قد يكون سؤال بالتليفون، قد يكون ان انا ازور حد ما حدش بيزوره، ما حدش بيسال عليه. يعني ما تبقاش بس اجتماعيات وتسليه، نعمل حاجه فيها خير. دي ده ربنا، يوم ربنا معمول للحاجات دي، كنيسة والأسرة، نلم الولاد ونلم البيت ونقعد مع بعض ونقضي وقت حلو مع بعض عشان نبني البيت، بيت يتبني من جوه. والثالثة ان نعمل الخير. الصيام محتاج فيه ان احنا نرجع للأمور دي، ده الوقت اللي بنرجع فيه ونعيد ترتيب حساباتنا، نقول لربنا يا رب ماذا تريد يا رب ان افعل. والإنجيل بيورينا ايه اللي ربنا عايزه، إرادة ربنا. لإلهنا كل المجد، الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ظهرت بكل. سلام الله الذي يفوق كل عقل بشري، يحفظ قلوبكم بالمسيح يسوع ربنا. أخطأت ولا سيد بلا غفران، أبانا الذي في
السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لأن لك المجد إلى الأبد جيفز ماروت جيفيوت نيم بشيري نيم بابن مايس أواك تتريا سنجك بول تنوش تمستنتيونس إن صوفيا صبروسخو من كريا ليسون كريا ليسون خن أوم اسمي أمين بالحقيقة نؤمن بإلهين واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مستوى الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أننا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس وعمار العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص بونتي تألم وكبر أقام بين أموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده لدين الأحياء والأموات الذي لا يسامحه القضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي انبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف معمودية في الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالذور المحل الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسار من أجل السلام الكامل والمحبة والقربة الطاهرة الرسولية يا رب يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربي قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا تقدموا 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 على هذا الرأس كفوا برادتين وإلى الشرق انظروا ننصت بشفاعة والدة الإله القديسة مريم يا ربنا املانا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك تيت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة مع جميعكم ومع روح
نشكر الرب مستحق وعادل مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده والمسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس قف الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرياسات والسلطات والكراسي والربوبية والقوات وإلى الشرق انظر أنت هو الذي يقف حولك الشاروبيم الممتلئون أعينا والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين الشيروبيم يسجدون لك والسرافين يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب السباهوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس أجيوس قدوس 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 بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص وأنعم علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممساكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب حقا وقام من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كأعمال كرامتك يا رب وليس كخطايا فيما هو راسم أن يسعى
يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يديه الطائرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين المحييتين. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة ونظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله أبا وسيد كل أحد وشكرا وباركه وقدسه. قسمه وأعطى لتلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا اصنعوا لذكري. هذا هو بالحقيقة هكذا أيضا الكأس بعد العشاء مزجها من خمر وماء وشكرا وباركها وقدسها. وأيضا نؤمن ونعترف أيضا لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا وادم الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا اصنعوه لذكري. وهذا هو أيضا بالحقيقة كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن آجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إله. نصنع ذكرى آلامه المقدسة قيامتي من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسي عن يمينك أيها الآب ودوري الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونذبح أذنك وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا لك. أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له وأيضا مغفرة الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهرة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا
وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية يا رب هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساقفة الأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا نذكر يا رب رئيس كان البابا الطباء المكرم الأنبا تودروس الثاني وشريك في خدمة الرسولية بنصف الطباء المكرم الأنبا بيتر يا رب والذين يفصلون معهم كلمة الحق باستقامة الأنبا على كنيستك المقدسة روقتك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة يا رب كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا ارحمنا يا الله الضابط هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع كل ديارات أبائنا الأرثوذكسيين يا رب والساكنين فيها بإيمان الله شعبك وكنيستك يطلبون إليك قائلين ارحمنا 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 يا الله الآب يا ضابط الكل ارحمنا 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 يا الله مخلصنا يا الله ثم ارحمنا يا رب ارحمنا انعم على شعبك بوحدانية القلب اعطي طمأنينة للعالم ومزاجا حسنا للهوى. تفضل يا رب هوية السماء وثمرة الأرض في هذه السنة باركها يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم أسألتك أن تدارك نعمتك فرح وكل أرضي بروح أرثها وتكثر أثماري عدها لزرع الحصاد دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس. أعينك كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب رب الذين قدموا لك القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمتنا والذين قدموها يا رب ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء بين أطهار رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق السابق والمعمدان القديس صفنوس رئيس الشمس أول الشهداء وناظر إلى الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس رئيس الكهنة الطاهر والشهيد والقديس يوحنا ذهبي فم وقديس ثودوسيوس وقديس ثوفيوس وقديس ديمتريوس وقديس كيرلوس وقديس باسيليوس وقديس غرغوريوس الناطق بالإلهيات وقديس غرغوريوس صانع العجائب وقديس غرغوريوس الأرمني
و318 مكتم بن قيامة 50 من قسطنطينية ماتين بأفسس وأبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس الباران بابولا وساسة أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب وأبانا أنبا يوحنا القمص وأبانا أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بصلاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعى علينا بارك الذين ركضوا وارحمنا انفسهم اجمعين واغفر لنا خطايانا بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين المجد لك يا رب يا رب لك الذين أخذت نفوسهم ونفوس عبيدك المرحومين إمير بديع ألبير صبحي شهدي جاد رشدي جاد مريم منصور نعم رياض نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك ونعم لنا بسلامك إلى التمام كما كان وكذا يكون من جيل إلى جيل ولا دار الدهور آمين وهدينا إلى ملكوتك كي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام لجميعكم ولروحك أيضا فنشكر الله ضابط كل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين للشركة وإسعاد أسراره الإلهية غير الميتة آمين الجسد المقدس نسكن لجسدك ولدمك الكريم اللذان لمسيحه الضابط كل الرب إلهنا آمين آمين صلوا يا رب ارحم السلام لجميعكم ولروحك أيضا أنت والله الرحوم مخلص كل أحد الذي تجسد لأجل خلاصنا الذي أضاء لنا نحن الخطى الذي صام عنا 40 يوما و40 ليلة بسر لا ينطق به كريا ليسون كريا ليسون يا رب رحم الذي أنقذنا من الموت وأعطانا جسده المقدس ودمه الكريم لغفران خطايانا الذي كلم الجمع وتلاميذه القديسين ورسله الأطهار قائلا هذا هو خبز الحياة الذي نزل من السماء
ليس كما أكل آباءكم المن في البرية وماتوا. من يأكل جسدي واشرب دمي يحيا إلى الأبد، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. كريا ليسون، كريا ليسون يا رب رحمة. لهذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طهر نجرو بدلة بغير خوف نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. بالمسيح يسوع إيرني باسي يتوب نماتي إيسو أخطينا ليك في شبع المبغير عن فاصفح لنا وقفرني قصر محب البشر. اللهم حلنا حال كل شعبك، أسكري رب ضعفنا أيضا وخفري خطايا كثيرة حسك أسر اسم فتكسر هناك نعمتك من خطايا خاصة نجسة قلبي لا تمنع شعبك من نعمة رحمة. حلنا حال كل شعبك، كل خطيهم، كل عنهم، كل جهودهم، كل من كاذب، كل ملاقات الحرات خلوسانيين، أنعم علينا سيدنا بعقل وقوة وفهم نهرب إلى التمام من كل أمر رديء مضاد، نحن أن نصنع مرضاتك كل حين، اكتب أسمانا مع صف قدسيك في ملكوت السموات من سادة الجسر نعم رفات ومحبة البشر. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة كما اذكر رئيس الكهنة بطرس الثاني شافي خدمة صلي ابن صفان بابيد. اذكر يا رب اجتماعتنا باركها خلاص تحقن معراك ننصد فخف الله آمين. آمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. القدسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله الذي يقدسهم بالروح القدس آمين. واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس آمين. إيريني باسي يدوم نماتي سمع جن كلماتي ميونا ليثي نوني سو خريستو تويو تثيو ايمون امين. اجيون تيميون سمع كلماتي مينو ام تيميون ايسو خريستو تويو تثيو ايمون امين. بسوما نمبيس نوفن تيمان ويل بنوتي باي بيخن اومثمي امين. امين تينا امين 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 امين. واعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الجسد المحي الذي اخذه ابنك الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا ولدة الاله القديسه الطاهره مريم، واجعله واحدا مع لاهوتي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبه الصليب المقدسه بإرادتي وحدي عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن 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 أن هذا بالحقيقة آمين. آمين آمين آمين. أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين. أطلب عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أذكرونا في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة والسامية يا رب ارحم. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا، صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها معرفة
تدفع عنا بغير معنى الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا رحمتك يا رب وليست خطايانا يا رئيس الحياة وملك الدهور كلمة الله الآب ربنا وإلهنا مقدسنا يسوع المسيح الخبز الحقيقي الذي نزل من السماء وهب الحياة لمن يتناول منه اجعلنا أنا غير قوع في دينونة أن نتناول من جسدك المقدس من دمك الكريم وسيدنا تناولنا من أسرارك المقدسة واحدا معك إلى الانقضاء وباركنا أنت وإبن الله لك المجد معه مع الروح القدس المحيي الآن وكل أوان ضد كل آمين صاسيك يا زوع صاسيك هللويا القدسات القديسين مبارك رب يسوع المسيح من الله القدس بروح القدس امين مبارك رايت اسم الرب القدسات القديسين مبارك رب يسوع المسيح من الله القدس بروح القدس امين مبارك رايت اسم الرب سبح في جميع قديسين هللويا هللويا يسوع سبحوا في جلال قوته هللويا هللويا يسوع المسيح سبحوا على مقدرته هللويا هللويا يسوع المسيح صنعنا أربعين يوما وأربعين ليلة سبحوك كثرات عظمته هللويا هللويا يسوع المسيح صنعنا أربعين يوما وأربعين ليلة سبحوا بصوت البوق هللويا هللويا يسوع المسيح صنعنا أربعين يوما وأربعين ليلة سبحوا بمزمار وقصار هللويا هللويا يسوع المسيح صنعنا أربعين يوما وأربعين ليلة سبحوا بدفوف وصفوف هللويا
سبحوا بزنج حسنات الصوت أليلويا أليلويا يسوع المسيح سمعنا سبحوا بسنج التليل الليلويا الليلويا يسوع المسيح صمعنا أربعين يوما وأربعين ليلة كل نسمة فنسبح اسم الرب إلهنا هللويا يسوع المسيح سمعنا أربعين يوما وأربعين ليلة ذوق سبت أربعين يوما وأربعين ليلة كان إنك عين كيستوس ونستوني ورنون آمين هللويا يسوع المسيح سمعنا أربعين يوما وأربعين ليلة هللويا هللويا المجد هو لنا هللويا يسوع المسيح سمعنا أربعين يوما وأربعين ليلة هللويا هللويا المجد هو لنا هللويا يا يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا جيف اسمروت جيبيوت نم بشيري نم ببن وما اسوى بتتري يا سنجي كفورت نوش بموس انتي ولسانا تهليلا من جهة نمون النصارى غير الميت يا رب لم تروا عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعددت يا الله لمحب اسمك القدوس على أنتهوا الأطفال الصغار الذين كانت مقدسة نعم أيها الآب أن هذه المسرة التي كانت أمامك لأنك رحوم ونرسل إلى فوق المجد والإكرام أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ظهر الدول كلها آمين احنا رؤوسكم للرب امامك يا رب خاضعين وساجدين يخدمونك يخدعون لك يطلبون اسمك القدوس اللي فيهم سر بينهم ساعدهم في كل عمل صالح ان قلوبهم من كل فكره دي ارضي منحهم ان يفهم ما هو الاحياء افهم ما هو ذلك لان بابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا هذا الذي نحن كل شعبك نسر به غير ارحمنا يا الله مخلصنا ارحمنا يا الله مخلصنا كريالايسون كريالايسون كريالايسون
يا ملاك هذه الذبيحة الصاعدة على بهذه التسبيحة اذكرنا أمام الرب يغفر لنا خطايانا فنسبح مع ملائكة قائلين المجد الله في العالي والأرض السلام والناس المصارف جسد ودم الإله الوحيد الذي نلنا منهم فنشكره المجد للأب والابن والروح القدس جسد ودم الوحيد الذي نلنا منه فنشكره الآن وكل وان ودهر الدهور آمين هذا هو جسد ودم الإله الوحيد الذي تنولنا منه فنشكره ونسبحه الملك والطغمات الأولى والصفوف الأبرار صارخين قائلين يا من صنع عنا أربعين وأربعين ليلة أكبر إليك الصوم واغفر لنا سامي وطلبات وشفعات سيدتي مريم خلصنا وارحمنا صدق منون عينان كريا ليسون كريا ليسون سيريا لوجسون أمين اسمه إيروي اسمه إيروي سيمتن يكون هبلكم باسمه الشهداء قديس ماري جرجس في لغة المقوريوس قديس أبا مينا قديس أبا فام قديس أبا أربارا قديس أبيانا قديس دميانا كل مصاف لباس صليب أبرار والصديقين عذار الحكيمات وملك هذا اليوم بركة السلام مخلصنا الصالح وبركة وقتي تحت قديسة الطاهرة مريم أولا وآخرا بركاتهم محبتهم وشفاعتهم مهمتهم وقواتهم وعنفتهم تكون معنا جميعا بخريستوس بن نوتي أمين يا ملك السلام أعطينا السلام قرر لنا السلام كفر لنا خطايا لك الملك والبركة والعزة من الآن أبدا مين اجعلنا يا رب مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملك أكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض قد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا كان مقرقوع المجد إلى الأبد أمين. الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا والأهل المخلصين يسوع المسيح شركة موهبة العهد القدس تكون معكم نزل السلام سلام الرب يكون معكم روحك أيضا ماشي يا معلم